السلام عليكم أخواني الأعزاء ومتابعين الكرام. اليوم عندي لكم فيديو بعنوان Unique and Unrepeatable. هذا الشيء يطلقوه على العلماء اللي يخترعون فد شغلة ويثرون بها البشرية بالعلم. طبعاً بمناسبة افتتاح الأكاديمية الدولية لعلم الحركة راح أوضح لكم هذا شنو يعني. إن كعراقيين أولاً وكجزء من المجتمعات العايشة على الكرة الأرضية، أي شخص بالعالم، أريد أبديلكم إياها من هذه الحالة، أي شخص بالعالم هو نتيجة التقاء الذكر بالأنثى. فأنت يا شخص إن ولدت بمواصفات تختلف عن كل إنسان بالعالم، يعني ملايين الحيامن راحت تريد تلقح البيضة، حيمن واحد استطاع أن يدخل البيضة ويخصبها وإنت خرجت، يعني الله اختارك من بين الملايين الجينات الوراثية الموجودة هنا وطلعك أنت، خلى بيك فد مميزات معينة، أنت ممكن تكون أحسن واحد بالعالم. لكن إذا عرفت شنو الإمكانيات اللي أنت بجسمك أو بعقلك أو بتصرفك ممكن تأديها للإنسانية، للبشرية، للمجتمع وللمجتمع الدولي بالتالي، اللي غيرك ما يقدر يأديها. ممكن تكون أبسط الأشياء، ممكن أنت تسوي خبز بطريقة ما حد يسويها، ممكن تسوي بيتزا بطريقة ما حد يسويها، ممكن بالزراعة، ممكن بالصناعة، ممكن بالتجارة، في أي مجال بالحياة. فأني بالنسبة إلي كرياضي وككابتن منتخب العراق سابقاً بالكاراتيه وحاصل على أكثر من 12 ميدالية ذهبية، حسيت نفسي أني بالكاراتيه فتشي راقي، ولهذا أصبحت أحد رواد الكاراتيه العالمية والرياضة الدولية. بغض النظر عن البطولات اللي أخذتها، قدرت أطلع أكثر من 4 لاعبين دوليين على المستوى الدولي كأبطال عالم، يعني مدرب لي فد 2000 لاعب كاراتيه، والنتيجة منها يا أما طلعوا أبطال أوروبا يا أما طلعوا أبطال عالم، يعني مو بس أني كنت بطل، طلعت أبطال. لكن اهتمامي كان بالإصابات الرياضية اللي دتعيق هذول الأبطال، فوجدت نفسي في مجال العمود الفقري. القصة ما أريد أشرح لكم إياها لأن طويلة، شلون أني طلعت من العراق وشنون رحت لسويسرا وشنون عانيت في دخول الجامعة من حيث اللغة، من حيث الحياة، من حيث الحضارة، لأن حضارتهم تختلف عن حضارتنا، وشنون قدرت أتسلق باية باية على مدى سنين، يعني أنا اضطريت أزور الجامعة فت 7 سنوات على مود فقط أفهم شدي يصير بالمجتمع هناك، ليش المجتمعات الغربية دا تتطور بصورة سريعة بمجال التصنيع اللي هو يعكس تطور الحياة والمجتمع. يعني تخيلوا هسه الجراحين قام يصيرون كمبيوتر، انت تقدر تسوي جراحة بجسم الانسان عن طريق الكمبيوتر. شنو هذا العلم اللي وصلوا له؟ هل نقدر احنا نفهمه بالعراق؟ لا، صعب علينا. ليش؟ لان التطور ما اجى عندنا متسلسل وماكو ابديت بسبب الظروف، انه احنا صار لنا تقريبا 50 سنة بس حروب حروب حروب، واذا نبقى حروب بعد ما تصير لنا شارة. الناس دا تتطور في مجال العلم والسلام ويريدون يوصلون يطورون المجتمعات. فاليونسكو صار عندها اهداف 17 هدف، هاي الاهداف راح اخلي لكم اياها هنا على اليمنى واشرح عنها. كل مجال، أنا في مجالي صحة الإنسان، شلون أطور صحة الإنسان؟
يعني أنا اللي سويته من افتتحت المركز مالتي بالمنصور قدرت أخلص 1000 شخص من عمليات جراحية. يمكن أني عجزت من تخليص 20% من الناس اللي جوني من المشاكل مال العمود الفقري، لكن هذا ضمن المعدل. يعني أني أقدر أفيد 70-80% من المجتمع، ما أقدر أفيد كل المجتمع. تفاصيل أخرى ما أريد نحكي بيها، بس خلي نقول أنه أني خلصت 70% من المجتمع من مشاكل العمود الفقري. 30 إذا يزعلون علينا إحنا مش نسوي لهم، ها؟ بس المهم 70 إحنا حققنا هدف في تحسين صحة المجتمع. فهذا يعتبر رقم 3 من أهداف اليونسكو اللي هو Health and Well-being، يعني صحة وسعادة، يعني تحس أنت مرتاح، ها؟ تبهوا على هاي الأهداف. فهنا بهذا الفيديو راح أشرح لكم عن اللي أني سويته اللي هو كان المركز اللي يتلائم ويا الأهداف مال اليونسكو 17، وآخذ أني رقم 3. شنو اللي وصلني لليونسكو بعد البحوث العلمية اللي نشرتها في سويسرا وفي ألمانيا وفي أمريكا؟ الجامعة مالتي اقتنعت وراء بحوث، يعني تقريبا من أكثر من 20 بحث علمي انطيتهم أو مقالات علمية، والبحوث العلمية اللي سويتها بألمانيا وبسويسرا، قدروا يقيمون منو عدنان مزهر السمرمد، عدنان أديب مزهر السمرمد. فبدوا يعتبرون عدنان أديب مزهر السمرمد بالنسبة لهم كعالم وكمخترع طريقة تحسن صحة المجتمع، قام يعتبروه unique and unrepeatable. يعني شنو؟ يعني نادر ولا يكرر. بس هذا ما يعني هنا توقفت الدنيا، لا، راح يراقبوك تعمل. أنا عندي عمل ويا اليونسكو من 2020 إلى 2030. أنا لحد الآن مسوي 130 فيديو، أكثر من 130 فيديو. هاي كلها فيديوهات توضيحية عن علم الحركة وشون أنا أقدر أغير المجتمع، من أن يتعامل ويا الأدوية والأبر والجراحة إلى أن يتخلص من مشاكل العمود الفقري بدون مشاكل. يعني إذن أنا شاركت في تطوير المجتمع، إن كان بعد 100 سنة إن كان بعد 1000 سنة هم راح يكتشفوها، لأن الاختراعات مالتي اتدونت وبراءة اختراع مسجلة من سنة 2000، وبحوث علمية تجاوزت 24 بحث علمي بها 4 long term. فهذه كلها أشياء مهمة تيجي من أرض الواقع، من عمل ومو بس حكي. فالجامعة تفتخر وتنشر عني بعض المنشورات، لحد الآن بين فترة وفترة تنشر معلومة تفتخر إنه أني اشتغلت وياها وحصلت على الدكتوراه بعلوم الصحة منهم بدرجة امتياز. فهي اللي رشحتني المن إلى اليونسكو. أني هسه دا أشتغل بما يرضي الله وبعلمية عالية وبأمانة، لأنه إذا أريد أغير عاني بالمجتمع أول شيء لازم عملي يكون صادق وصافي. طبعاً أنا هم لازم أحصل فلوس على مود أجر المكان، على مود أدفع الموظفين، على مود أدفع الإيجار مالتي، على مود كذا كذا، لكن هذا مو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي شلون أني أقدر أحقق نتائج تصير يونيك أن unrepeatable، يعني شلون تصير نادرة وما تكرر. لكن هذه الندارة وعدم التكرار هذا مثلا هو اختراعي، لكن أنا هسه من أجي أفتح أكاديمية علم الحركة أريد أطور المجتمع حتى العلم مالتي ينشر، زكاة العلم بنشره. لهذا السبب إحنا أسسنا الأكاديمية العلمية لعلم الحركة The International Academy of Kinesiology and Physical Training، أسسناها لنجر هذا العلم اللي هو راح يخدم البشرية قبل كل شيء، والشباب اللي مدى يلقون شغل يجون يتعلمون يمنا حتى تصير لهم سبوبة رزق أولاً وثانياً خدمة الإنسانية والبشرية.
فإحنا بهذا الفيديو راح أكمل لكم إياه أنا وأشرح لكم بصورة مختصرة عن شنو اليونسكو، شنون وصلت أنا اليونسكو، وليش قدرت أحقق هاي النتائج حتى أصبح يونيك and unrepeatable، يعني نادر وغير مكرر. لكن أنا أريدكم، والهدف من هذا الفيديو مو عني، عنك أنت، أن تبحث شنو القيمة اللي انطاك إياها رب العالمين حتى أنت تصير نادر وغير مكرر. يعني من نجي نشوف واحد يبيع باقلة بطريقة راقية، يعني هذا الله خلقه يبيع باقلة، هذا صار أحسن واحد بالعالم ببيع الباقلة. أو لاحظوا هذا اللي يبيع شاي بطريقة معينة، ها الناس كلها تجي تشرب منه شاي، واحد يسوي عسل يقولوا لي روح على هذا اللي هاي سمعته طيبة، هذا يسوي عسل راقي، أنا أجيب العسل من أشوفه راقي أنا أكون سعيد لي راح يفيد صحتي. هذا شارك، هذا الله خلقه وانطال قيمة أن يسوي أرقى عسل. والله دي يجيني عسل من الصويرة من عمام نجحيش يجنن، بحياتي ما ماكله في أي مكان بالعالم. هذا دي يشارك في صحتي أنا وفي صحة أولادي وفي صحة المجتمع، لأن دي يكون مخلص في عمله. هذا باتشر إذا إجا للأكاديمية أنا راح أخلق منه إنسان راقي وما يكرر. ليش؟ لأن لازم هذا يكون نموذج للإنسان الراقي في علمه وفي أخلاقه، لأنه دا يطلع شغلة محترمة تخدم صحة الإنسان، وبنفس الوقت هو يعتبر جزء من التصنيع. يعني إذا باكر حسن البرودكت مالته، يعني المنتوج مالته، ممكن كل العالم تيجي تشتري منه. فانتبهوا، أنت اللي أنا دا أخاطبك، أريد منك أن تفكر بنفسك أنت وفي أي مجال، في أي مجال، وتنطينا فكرتك وتقول أنا عندي هاي الفكرة وأريد أكون بيها إنسان نادر، لأن أنا أحس نفسي أحسن واحد بالعالم هالمجال هذا. يعني إحنا راح نسوي لك غربلة شوية، نشوف هل هي شغلتك علمية لو هواية لو كذا. واعلموا أخوان، الإنسان الموهوب جيد يصعد يوصل للقمة، بس ما راح يقدر يحافظ على القمة. ليش؟ إذا ما يعمل. إحنا كنا موهوبين بالرياضة صرنا أبطال، بس تعبنا عليها على مود نحافظ على مستوى القمة. فهذا الفيديو أتمنى أن تشوفوه وتنشروه، لأن هو يخص المجتمع، إحنا منا علاقة بالسياسة. هسه تقول لي أنا أريد دعم وأريد كذا، لا تقول لي أريد دعم. إحنا العراقيين معروفين من تحت الصفر نرجع نوقف، شي يسوون بينا؟ ها شي يسوون بينا؟ نرجع العراقي يرجع يوقف من الصفر أو من تحت الصفر وينشأ. هذا الله خلقه هيك العراقي من آلاف السنين، فهم ما يقدرون يقضون علينا ولا ينهونا. بالعكس، إحنا بأخلاقيتنا وبعلميتنا راح نخجل حتى أعدانا. فأتمنى أن تتابعوني، وأني بالمستقبل راح أنشر بعد أكثر من هاي الفيديوهات على كل شخص يطلب مني في مجاله أن أشرح له شنو أهداف اليونسكو 17، وشنون نقدر نطور إمكانيته على مود يكون عضو ناجح بالمجتمع، ونقدر نوصله إلى جامعات دولية أن تحتضن إذا كانت الفكرة مالته صحيحة، وممكن تخدم البشرية، ممكن تخدم الإنسانية، إن كان في العراق، إن كان في الدول العربية، إن كان في العالم كله. إحنا ننظر للإنسانية، إحنا ما ننظر بصنع القنابل وصنع المتفجرات والكذا، لا، إحنا ننظر شنون أني أحسن صحة المجتمع. فأني كل مرة راح أشرح لكم عن هدف من أهداف اليونسكو اللي هي راح تخلي البشرية تتطور وتتحسن، وإحنا لازم نكون من مؤسسين هذا التحسن. يعني أنت اعمل اليوم، إذا عملك كان زين راح يصعد وياخذ مجاله مثل ما أني أخذت مجالي، وخليت هسه كل العالم يدور وين يروح عدنان السمرمد. خلي يجي يمنا، أمريكا تريد تنطيق جنسية، ألمانيا تريد تنطيق جنسية، الكذا تريد تنطيق جنسية. ليش؟ يريد يقول لك أنا هذا يفيد البشرية، أريد استفاد منه. هسه هذا عدنان الله قطع عقله يجي للعراق يشوف أهله وناسه ويعلمهم وينطيهم وما يتكبر عليهم ولا هم ما يتكبرون عليه. إحنا مشكلتنا بالعراق هسه الوحيدة إنه هذول المعتلين المناصب اللي ينطون قرارات للأسف الله ما هاديهم علينا، لكن نتمنى أن الله يهديهم علينا وبالمستقبل أن يصلحون من أمرهم، لأن إحنا اللي جاي نسويه هو
نادر وغير مكرر، ونحاول أن نكون مثال للعمل الرائع والمبدع اللي يفتخر به الإنسان بالمستوى المحلي والدولي. شنو محلي وشنو دولي؟ أنت باكر سويت شغلة، العراقيين يستفادون منها، سويت شغلة محلية، أبدعت في مجتمعك. بس ليش؟ المصري راح يحتاجك، السوري راح يحتاجك، اللبناني راح يحتاجك، حتى الأمريكي يحتاجك، حتى الفرنسي يحتاجك، حتى الروسي يحتاجك، كل العالم راح يحتاجك إذا سويت شغلة تخدم بها البشرية. تحياتي وتقديري، أخوكم عدنان السمرمن، خبير علم الحركة الدولي، حامل شهادة الدكتوراه بعلوم الصحة من جامعة أتلانتيك إنترناشنال يونيفرسيتي، PhD Health Sciences Atlantic International University.